نحن اليوم اجتمعنا كعمال إنسانيين من مختلف المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا وقوفا مع أهلنا المدنيين في قطاع غزة اللي عم يتعرضوا لأقصى أنواع الحصار سواء والقتل والتهجير، آخرها كان مجزرة المشفى المعمداني اللي هاي المجزرة اللي بتنافي كل الأعراف الدولية وتنافي القانون الدولي، كل يعني قوانين الحرب وقانون الدولي الإنساني. نحن من نادي ومن ناشد من موقعنا الآن وانطلاقا أيضا من معاناتنا وإحساسنا بأهلنا في قطاع غزة برفع الحصار عن أهلنا المدنيين هناك والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية فورا بدون قيد أو شرط.